هناك نقاشات في هذه القضايا، ولكن كذلك هناك هيئة تحكيمية ستبت في هذه الخلافات. وهذه الهيئة التحكيمية مؤسسات دستورية ومؤسسات لهذا الاختصاص. عندك سنطلب رأيها، نحن سندافع عن وجهة نظرنا، هناك وجهة نظر مخالفة ستدافع عنها، وفي آخر المطاف أنا لن أدخل المجتمع إلى خلافات وصراعات قد تخالف المصلحة. سننتظر من الهيئات التحكيمية تعطي رأيها وسنرى. وأنا عندي ثقة بأن التوجه العام لكي الآن هو الاجتهاد. ما أريد أن أقوله في هذا العرض هو أنه لا يوجد أي مانع للاجتهاد في المجال الديني، والمجال الديني ليس حكرا على أي كان، كل يعطي رأيه. وأنا أعطيكم واحد المثال. مرة دعوت مجموعة من الشخصيات إلى بيتي للعشاء، فيهم فقهاء وفيهم متحررين وفيهم، وطرحت السؤال: هل يجوز أن نلغي التعصيب وأن نلغي تعدد الزوجات؟ وطرحت سؤالا ثانيا سنناقش من الناحية الدينية، ثم سننطلق أو سننتقل إلى الناحية الواقعية. اختلفنا في المجال الديني اختلافا حتى تقريبا أذان الفجر، اختلفنا نهائيا في المجال الديني. وفي المجال الواقعي اتفقنا جميعا، كل حتى الفقهاء يقول لك راه ماشي معقول تعدد الزوجات إذا كان الزوج غير قادر على تحمل المسؤوليه، ثاني طلبوا على الاقتصاد يتغير وكذا. كانت المجتمعات المدينه الى اخره هذه مجتمعات صغيره وتتعاون فيما بينها، بحال اللي كان عندنا حنا من حيث كنا صغار، الديور ديالنا هما الديور ديال الجيران، الا جينا للدار ما عجبتناش الماكله اللي داروا ديك الليله كنمشيو عند الجيران كناكلوا داك الشيء اللي عندهم. كنا كنعيشوا مجموعين، نهار حصلنا على البكالوريا تيبكيو النساء ديال الجيران بفرحه اكثر من العائله ديالنا، لانه كنا ولا درنا شي خطا إلا ما كانتش الوالدة باش تأدبنا كان السيدة ديال الجيران كتأدبنا، كانت هذه أمور. الآن مجتمع تطور، المرأة أصبحت تتحمل مسؤولية كبيرة اقتصادية في وأنا عاودت لك واحد القصة ونعاودها. شي مرة جات تشتكي لي في الوزارة، قالت لي أنا ورثت دار، عندها أربعة البنات ورثت دار. قالت لي هالمنضد رجلي لمدة 40 سنة حنا متزوجين، وهالمنضد ديالي خدينا دار، المنضد رجلي كله كنخلصوا به الكريدي ديال ديك الدار لمده شي 20 سنه، والمنضد ديالي هي كناكلوا، ها شحال الكريدي كنا كنخلصوا في الشهر يساوي المنضد ديال رجلها. توفى رجلها، جا واحد مرات منين جا خرج البنات وخرج هذا ودار البيع في المزاد العلني، عطاهم داك الشيء اللي كيستاهلوا، خرج في حالته وخد دوك الفلوس ومشى، كل غير دار بهم شي خير، من بعد مشى شربهم وزاد مع الطريق. هناك اشكالات كبرى تطرح نفسها، غير خصنا تكون عندنا الجرأه والشجاعه باش نتعاملوا معها. ما استهدفه انا ماشي مش بعد الاتجاه ولا ذاك الاتجاه، ولكن فقط باش نفتحوا الحوار، نفتحوا النقاش ونعطوا راينا بكل حريه. لا احد يملك الحقيقه، حقيقه مطلقه، فقط غير باش نتبادلوا الاراء. توقف النقاش في المغرب، ما عطاش وقع. المغرب كان دائما سباق الى النقاشات السياسيه والنقاشات. نبيل بن عبد الله دوز 40 سنه في النقاش السياسي، ما عرفت علاش وقف النقاش، انا ما فهمتش علاش. كاين شي مشكل ماشي هو هذاك، العكس. انا جلست مع فقهاء وجلست حتى الناس يكتبوا عليا انني كافر وانني جاهل، وانا جلست معهم ذكرت معهم ربما جاهل بجاهلهم بي، ما عرفونيش انا من سوس، والسوس في مدارس عتيقه والناس ديال سوس ومحافظه القران ما عارفينش هذه القضيه. يمكن كيشوفوني غير ذاك لوزي اللي لابس الكومبلي واللي كاس في الرباط، نساو بان منين جيت. اقبح كتاب عذبني في القراءه هو كتاب ابن خلدون، متعب في الحقيقه، كرهته حتى قال واحد الجمله وهي تعجبني، قال اذا دخل الفقيه السياسه افسدته وافسدها. لذلك انا كنتمنى ان الفقهاء نبقاو نناقشوا الامور الدينيه يبعدوا على السياسه. خليونا شويه نتذكروا نتكلموا نتبادلوا الاراء ديالنا. راوي الكفر ليس بكافر، راه الحوار والنقاش راه يجدد الدين ويقويه، راه التزمت والقمع واعتبار الاخر كافر وجاهل وان انا فقط الذي املك الحقيقه هو مفسده كبرى، الا ما قلت مفسده مطلقه، لانه كيقولوا الحكم المطلق هو المفسده المطلقه. إكما غلط. فكذلك هذاك
الحكم المطلق في مجال التفكير مفسدة المطلقة. لذلك غير طاح السي رفيقي غنطلبوا رأيك وغنطلبوا رأي كلشي الناس، وغادي نطلبوا الرأي ديال المتحررين وغنطلبوا الرأي ديال الفقهاء. وبعد ذلك لأننا قلتها في الخطاب، قلت حتى نتلافى الخلاف ونتلافى الاستقرار السياسي ونتلافى المساس بالاستقرار السياسي، هناك مؤسسات تحكيمية تحكم، هناك جلالة الملك أمير المؤمنين وبجانبه أو تحت سلطته مؤسسات للتفكير والدين، غتطلب رأيها وتعطينا رأيها آنذاك. وإذا جمعت الأمة على أنني أعمى سأحمل العصا وأتوكل، شنو ندير؟ هذا هو المفروض، أننا نخرج عن الجماعة، سأناقش، سأعطي رأيي، وبقي الجماعة